صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الصباح. ايه رايك؟ تمام، حلوه الطريقه اللي بقولها بيها. تمام، الصباح بتجنن. عشان نرمين دايما بتنتقدني. لا بتجنن. طيب بمناسبه باللبناني بمناسبه بتجنن عندنا النهارده تجنن. صباح الخير تاني واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الصباحه. صباحتنا النهارده صباحه اكل عربي ما فيهاش شيفات محترفين. حلقتنا النهارده فيها محترفين، مش محترفين قوي بس هيحترفوا ان شاء الله على ايد برنامج الصباحه. محترفين في البيت بس. مش صباح الخير يا علي، برحب بضيوفنا. صباح الخير للجميع. اهلا بيك، برحب بضيوفنا. استاذ علي، علي بيشتغل مدير تنفيذي في احدى وكالات الاعلام، مش كده؟ صح دعايه والاعلان. مظبوط. صباح الخير يا فاطمه. فاطمه سكرتيره تنفيذيه في احدى فنادق الخمس نجوم، وبقى لها كتير قوي في السياحه، خللت يعني دنيا. صباح الفل يا نرمين، غنيه عن التعريف. نرمين انديل، مذيعه في قناه ست البيت، والحاصله على شهاده التقدير من الجمعيه الفرعونيه للطهاء سنه 2015. ايه رايك في الفويس اوفر الجميل؟ جميل. صباح الخير عليكم اعزائنا المشاهدين. النهارده حلقتنا حلقه خفيفه، هنضحك وهنبسط وهنطبخ. علي هيعمل لنا اكله، انا شايف خمس مقادير وبس، مش كده؟ بس اهم حاجه انها اكله لبناني. اكله عزابي، اكله لبناني ومن جنوب لبنان بالاخص. انت منين يا علي؟ انا من جنوب لبنان، من مدينه اسمها صور، مش عارف اذا المشاهدين بيعرفوها، بس يعني شبه اسكندريه والمناطق الساحليه. انت عايش في مصر؟ عايش بقالي سنتين في مصر، وقبلها عشت في الخليج، بس انه مولود وعشت فتره كبيره من عمري في صور، في المدينه في جنوب. ايه رايك في الزحمه اللي في القاهره؟ والله يعني الزحمه حلوه والناس طيبين وتعودنا يعني اذا عايز تتفائل وتشوف النظره التفاؤليه، علي بيتفائل من الترافيك. انا بقعد بطبخ بالبيت، ما بطلعش في الشارع، فذاتس واي ما بحسش بالزحمه. حلو، برافو عليك. بقضيها طبخ وشغل. برافو عليك. بتعزم اصحابك؟ بعزم على كل يوم جمعه، بعزم. بيجوا تاني ولا؟ اكيد. صح، حلو قوي. هنطبخ قبل حاجه. نعمل اتصال ومسألة. هتطبخوا لنا ايه النهارده يعني؟ طب هنطبخ اكل، بما انه نحن هلا بموسم الشتاء. اوكي. صح؟ فلازم اكل دافي نشربها تدفينا او ناكلها تدفينا بهالبرد. اي نو مش كثير برد في مصر زي الدول الثانيه، بس اصبر. بس يعني لسه اصبر، نحن بعد شوي حتبرد اكثر واكثر. طبعا فحنطبخ اكل من جنوب لبنان بالاخص، نحن بنعملها هي بالشتاء، اسمها عدس مع سبانخ، او نحن بنقولها عدس بحامض. بس عدس بحامض عشان الليمون، هو اساسي فيها، مع انه بنحط في الاخر زي ما حنشوف بعدين، بس اساسي. مكوناتنا ايه؟ بلبنان اسمها عدس بحامض، حنسميها عشان سهل على المشاهدين، عدس بالسبانخ، شوربة عدس بالسبانخ. عدس بحامض زي اسمها، من عدس بالحامض. عدس بالحامض، ايه عدس بحامض. هلا بنطبخ عسى عدس بالحامض. لا وقف ايه ليه؟ طيب المقادير عشان بسرعة ناخدكم مع المقادير. بطاطس حنحتاج تقريبا حبتين وسط او نص كيلو مثلا، خلينا نقول جزر كمان خمس حبات او نص كيلو. okay. طب هالكميه تقريبا لشخصين او ثلاثه اللي حنعملها نحن. okay. طبعا بصل اساسي بالاكلات اللبنانيه وبالميديترينيان ريسيبيز. سبانخ، هلا هو المفروض يكون فريش السبانخ، بس اذا موسم مش متوفر فيه السبانخ ممكن نجيبها فروزن من السوبر ماركت. سو حنحتاج نص كيس سبانخ. اوكي. العدس اللي هو اللي اسم الطبخه عليه، هنحتاج كوبايه ونص تقريبا. العدس الاسود اللي هو اللي بيقولوا له بمصر ابو جبه. ابو جبه، صح صح كده. فنحن بنقول له عدس. سنتين وعرفت ابو جبه اوريدي. بتسموه ايه يا علي؟ عدس صغير او عدس غامق او عدس مجدره، يعني له كذا. ايوه بتاع المجدره. ايوه هو بتاع المجدره. ده بيبقى مسلوق بقى، انت نقعه ولا سلقه؟ لا هلا عشان ما عندناش وقت كتير، الطبخه هتاخد تقريبا فوق النص ساعه عاده، فعشان نسهل علينا وعلى المشاهدين قطعنا البصل ان ادفانس قبل ما قطعته يعني البصل، وسلقنا المقادير الثانيه اللي هي الجزر والبطاطس والعدس والسبانخ زي ما هي، لانه ما بتاخدش وقت كتير لتستوي. سو لما تحطها يعني 5 مينتس او 5 دقائق. وده ثوم، وكمان عندنا كمون مطحون وثوم مدقوق والحامض، وحامض او عصير ليمون زي ما بتقولوا، وكمان طبعا ملح وقرفه
وكزبره وزيت زيتون. طيب طبعا ميه وحله ضروري يعني، والا مش هنقدر نطبخ. انت قلت لي هتقطع الكزبره ده بقى فتره في الاخر، نحط الاول الحاجات في طبعا الكزبره في الاخر والثوم مينلي والليمون. هتحتاج اول حاجه ايه؟ وطبعا عشان اذكر المشاهدين غلينا المي قبل عشان كمان ما ناخدش وقت كتير. اوريدي تفتكروا ان احنا بنغش ولا بتاع؟ اوريدي الميه مغليه في البخار. هنحط بقى الحاجات في الميه ولا هنعملها ازاي؟ هنحط معظم الحاجات في الميه ما عدا زي ما قلنا الاشياء اللي بنشتغل واحنا بنتكلم كده عشان الوقت. نعم. بطاطس هاخد المعلقه بس. ولد ولد ولد، برافو عليك. دي حركه على فكره ما بيعملهاش غير الناس اللي مش جايب الحبيبين بالطبع. طب فاطمه انت غاويه برضو مطبخ؟ يعني حب المطبخ، حب ان انا اطبخ، بساعد ماما في البيت وقت اي وقت فاضي عندي لوك اند ولا حاجه، بقعد اعمل له اكله كده بمزاجي افننها. تفننيها؟ طب كويس، يعني حاجه بصراحه يعني. اوكي سوري، هنستخدم تقريبا نص الكميه لانه ما كبرناش الحله، وزي ما قلنا الكميه لثلاث اشخاص تقريبا مش اكثر او شخصين بس. طب علي، يعني دي تعتبر اكله اساسيه مثلا على السفره؟ مش كل يوم بس، اكله شتويه يعني. شتوية. طبعا في اكلات تانية شتويه كمان يعني، مش بس العدس بحامض، بس هيدي يعني اهلنا واهل اهلنا وجدتي يعني وجدي يعني طبق تقليدي في ايه طبق تقليدي زي عندنا شوربه العدس كده في الشتاء. بالظبط. وهلا حنحط البصل، بصل ني طبعا ما سلقتوش قبل لانه ما بياخدش وقت كتير، بس متقطع صغير. حطيت النار ولا علي نار عليها شويه؟ خلينا نحط المقادير وبعدين من عندي. اوكي اوكي، حطينا البصل. ثانك يو كريم، عامل عزمك يا كريم. ظروفنا بقى خلاص، انت الضيف بقى، مابيا تاني، انت هتكون الشيف وانا المساعد. يعني ما نشوف بس الاكله دي هتطلع شكلها عامل ازاي. طب انا اللي بدوق هنا. لا بس هي مغذيه شكلها اصلا يعني. مغذيه وفيجيتيريان اذا لاحظت يعني. المقادير ما فيش لحمه سمك فراخ، طبعا الاكلات الفيجيتيريان مفيده اكثر للصحه، وعلى طول بننصح انه واحد يبتعد عن اللحم الاحمر بالاخص يعني. أيوة. يخفف يقلل قد ما بيقدر لانه مش كتير مفيد للصحه. طب انا عايز بقى نحط المقادير بتاعتنا ونقفل على البتاع دي عشان تستوي ونقعد نتكلم كده مع بعض، لان انا عندي شويه اسئله ليك كده 100%. انا شايفك راجل كوربت قوي، وبعدين اول ما تمسك المعلقه بتقلب شاف، فانا عندي بس ايه كام حاجه كده. تو ان وان. انت فري ان وان. حط السبانخ بقى. يلا عايز المعلقه انت. ايه بليز. حطينا السبانخ بما انه فروزن فباردي شوي، ذاتس واي حنحطها بالاول. وذر لو كانت فريش بنحطها تقريبا قبل ما تخلص طبخه بشوي، لانه عشان مش هتاخد وقت في السوى. طبعا الورق الاخضر يعني ما بياخدش وقت كتير في السوى. طب يعني لو السبانخ فريش ممكن نحط قد ايه على الكميه دي؟ فريش يعني هن بتنباع مثل دومم او نقول دومم او حزمة. باتشز يعني حزمه. فبتحطي نص حزمه تقريبا للمقادير اللي عندنا. اوكي. طبعا بتتغسل وبتتنشف وبتتقطع مش ناعم قوي، مش زي الثوم على كبير. على كبير لانه لما تستوي بتدوب وبتختفي لو اذا ناعمه. بالظبط. لما تكون كبير هتبان زي ما بنعمل الملوخيه نحن. انتوا بتعملوها في مصر ناعمه، نحن بنعملها ورق كبير. نقطع الكزبره بقى؟ لا، الكزبره حتكون بالاخر والثوم، وحنحط ملح بس. نحط ملح وقرفه. ملح وكمون وقرفه. يعني احنا قبل ما هنطلع بس، انا بس عشان اقول للناس اللي هيحصل، احنا قبل ما هنطلع الفاصل على طول هنقوم حاطين الحامض والثوم والكمون والكزبره ونقفل وهندوق في الفصل الجاي، او اكشلي يعني في الحقيقه هدوق في الفصل اللي جاي. لا دي بيقول لك اكله شتويه وعزمنا عليها، انت هتدوق ازاي وفاطمه وانا مش كده علي؟ عزمنا كلنا عليها. هلا بعد ما نخلص هنقعد ناكل اكل. ايوه شوف هنتغدى مع بعض، مش هتمشوا بلا غدا يعني. لو سمحت اختصاصي انا ده، الدواء اختصاصي. ان شاء الله يعجبك. ارجوك عشان نفضل اصحاب. ان شاء الله تستضيفوني مره ثانيه. لا لا اكيد اكيد. الريحه باينه يا حبيبي، الجواب بيبان من ريحته. طب الملح هنحط يعني على قد ما بتحبوا ملح. انتوا بتحبوا الملح في مصر؟ اي نو يعني الاكل مش قوي، بس هو يعني بتحبوه مالح. انا بحب الملح. فكمان الملح مش منيح للضغط وبيعمل امراض كتير، فخلينا نخفف ملح قد ما بنقدر. عايزين نحط الملح؟ ايوه. حطينا ملح تقريبا معلقه شاي. تمام. اوكي، والبهارات الثانيه هنحطها بعدين. خلينا انا عندي سؤال كده على الاكله دي. أي. سؤالي كده السريع يا علي، هي دي شوربه يعني تدخل في نطاق الشرب اكتر منها كاكله يعني، ولا بتتاكل بعيش؟ هلا دي ممكن في برافو السؤال ذكي لانه وانت معروف انك ذكي يا كريم.
هنفجر بعد شوية. في طريقة كتير حلوة انك تحولها من شوربة لطبق لأكلة يعني. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بتحمص عيش او خبز، العيش السميك البلدي او اللي نحنا بنسميه كمان بلدي، مش العادي اللي بنشتريه من الفرن اللي بيكون معمول على الايد او بفرن بلدي يعني، مش من السوبر ماركت او مش من. فبتحمصه على النار او بالفرن وبتكسره لسمول بيسز، لقطع صغيره، وبتحطه فوق زي الكروتون بس على لبناني. فبتحطه فوق وساعتها يعني يو كان هاف ات از ا دينر، فيك تاخدها بالليل عشاء. انت نباتي اساسا؟ لا انا مش نباتي، بس انا مايل اكتر للنباتيات يعني، باكل اكتر نباتيات. انا كنت متخيل انت لما تقولي مثلا هنقلبها من شوربه الاكل هتقولي مثلا نحط عليها لحمه. لا هيدي بمصر ممكن تحط سمنه مثلا. بس هو اوريدي العدس بروتين يعني، هو طبعا العدس يعني زي البروتين الحيواني تقريبا يعني. بس بروتين نباتي، زي الصويا والعدس وكلها والفول طبعا كله بروتين بيعوض. في ناس صح، في دكاتره او اخصائيين بيقولوا لك بتعوض البروتين الحيواني. طيب احنا دلوقتي ما قدرناش غير ان احنا نحط الكزبره والحاجات دي ونقفل عليها ونسيبها ان هي تستوي. صح. طب ما نتيجي نحط الحاجه عشان نوري الناس. نحط البواقي اللي هن هيكونوا مين لي قرفة، هي اساسيه بهالاكله. هتدي طعم حلو كمان حسب الرغبه يعني. كم معلقه بقى؟ انا هحط معلقتين بس فيك تحط اكتر او اقل. انا ممكن احط البرطمان. ايه انا الكمون بحبه كمان. الكمون من المفضلين عندي اللي هلا حزيده بعد شوي. ادي الكمون اهو. طيب والكمون ممكن تكون كميه اكتر بس اتس اوكي حاليا. انا بقلب اهو عشان ايه. ريحه طلعت ريحه طلعت يا جماعه عشان النفاذه القرفه والكمون والثوم كمان. الثوم في الاخر كمان هتطلع ريحه اكتر مع الثوم. كنا نقطع الكزبره بقى بعد كده. حلوه الريحه. ونحط الحاجه والحامض صح؟ نعم. هنقطع شويه كزبره هن بنحطه بالاخر. بالاخر بالاخر حطهم هلا مش مشكل اتس اوكي. بما انه ده قد ايه تقريبا؟ بما انه هيدي يعني كوبايه شاي مثلا او كوبايتين حسب كمان شو بحب الواحد. وممكن تزيدي حامض بعدين انت وعم تاكلي، ممكن تعصري حامض. تعصر بالضبط. انتوا بتحبوا الحامض كثير في الاكل. هو الميديترينيان كيتشن بيستعمل الاعشاب والحامض كثير يعني، والزيت الزيتون طبعا. وزيت الزيتون. احنا عايزين بقى الكزبره. هنقطع هنقطع شويه كزبره قبل الفاصل بسرعه. يعني انت بتحط الكزبره فوقيها وهي بتستوي؟ هي بالاخر المفروض تكون. اوكي. فحنحط الكزبرة ونطلع فاصل، وبعد الفاصل مندوق ان شاء الله حتعجبكم. ان شاء الله. اشول طعم لقطه. الاشول شو صفات الاشول؟ موهوب حنين وذكي وشو كمان؟ وبيدي الاكل الكريم. هو انت اشول؟ لا انا ابني اشول، بس هم عندهم تالنت قوي الاشول من زمان. على ايام جدي وستي كان الاشول يضربوه على ايده عشان يكتب بيد اليمين. عشان يكتب باليمين بس بطلوها طبعا. ماما فضلت وراي لما اكتب بيد اليمين والله. وانا اختي الكبيره غلط. اختي تقريبا يعني بالخمسين عمرها، كانوا يضربوها بالمدرسه، مش امي اللي تضربها بس بيضربوها بالمدرسه. وهلا صار تكتب بالايد. لا والله ده كويس قوي. يضربوها على ايده يعني. على ايده عشان تتعلم ضربي خفيفه مش طيب احنا هنحط الكزبره. طب هنقفل بالكزبره. اوكي سوري ما لبستش انا. لا لا مش مشكله، بغسل ايدي اكيد. احنا متاكدين. وسانيتايزر كمان. اوريك حركه ظريفه كده. زي ما انتم شايفين يا جماعه احنا هنحط الكزبره، هنقفل على الاكله وهنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم. تكون الاكله استوت، هندوق وهنتكلم وهنحركها طبعا. خلال مده الطبخ لازم تتحرك مشان ما تلزقش بال تمام. وهنفضل نحركها زي ما انتم شايفين. أوكي. فاصل صغير ونرجع لكم. تابعونا تاني في برنامج استباحه.